زعيم أسماك القرش، حكاية من التراث الأمريكي. هل تعرفون جزيرة هاواي في المحيط الهادي؟ لقد سميت باسم هاواي نسبة إلى الأرض ذات الصيف الأبدي، فطقس هذه الجزيرة دافئ على مدار السنة، وفي قديم الزمان عاش الناس بها في رخاء معتمدين على صيد الأسماك والأصداف والمحار. كانت توجد أنواع مختلفة من الأسماك والمحار في المياه المحيطة بالجزيرة، وكانت توجد أيضا سمكة مخيفة تعيش في مياه هذا المحيط، وكانت تدعى السمكة كاي آل. أيها البشر، اتركوا هذا المحيط في الحال، هذا المحيط ملكي، إن بقي أحد منكم سوف أقتله بهذه الأسنان. أخذ نهر القرش، سمك قرش، هاجموا هؤلاء الرجال الذين يقومون بجمع الأسماك. أمرك سيدي، أمرك. عانى أهل الجزيرة الكثير من كاي آل، فقد كان يأكل الكثير منهم. كان والد بونيا أحد ضحايا كاي آل، كان سباحا ماهرا وكان أكفأ صياد في الجزيرة. أوشك كاي آل أن يأكل أحد الصيادين، فتحرك والد بونيا سريعا لإنقاذه فأكله كاي آل. أنت الذي قتلت أبي، سأنتقم منك، سأنتقم. فكر بونيا بجميع الحيل للثأر من كاي آل. وجدتها. وقاحتك يا أتباعي، عندما يأتي بونيا للغوص التهموه كما اتهمنا والده. حاضر سيدي، حاضر. ولكن يا بونيا، كيف تمكنت من اصطياد جراد البحر هذا؟ لقد استخدمت عقلي. يجب أن لا تقترب من هذه الأسماك ثانية. لا بأس يا أمي، أعدك بأن أقضي على تلك الأسماك التي قتلت أبي والآخرين من أهل القرية. أوه بونيا، ولكن يجب أن تحترس جيدا. حاضر. في اليوم التالي وقف بونيا على نفس الصخرة وانحنى باتجاه المحيط وبدأ يصيح قائلا: أنا بونيا، جئت لاصطياد جراد البحر.
لقد عاد بونيا ثانية. أيها الأتباع، يجب أن تأكلوا بونيا اليوم، أتفهمون؟ دع الأمر لي يا مولاي. هيا هيا بونيا. لقد حصلت على اثنين من جراد البحر اليوم. القرش رقم 9 هو الذي ساعدني. ذلك الوقع بونيا ما زال حيا. يا اتباع، اصطفوا ونادوا بالارقام. هيا 1 2 3 4 5 6 7 8. رقم 9 لك بطن كبيرة جدا. مولاي، صحيح ان لي بطنا كبيرة، ولكنني لا اعرف شيئا. اقضوا عليه بسرعة. هذا مولاي، هيا بنا. ايها الاتباع، يجب ان تأكلوا بونيا غدا. صباح الخير، انا بونيا. مولاي انه قوي، قمت بعضه فوقع لي ترسان. لقد جرح انفي فاحمر كثيرا. رقم 8 ساعدني. بونيا، مستحيل مستحيل. نادوا بارقامكم. 1 2 3 4 5 6 7 8. ثمانية، هذا انا ذو النقاط الرمادية. هيا اقضوا عليه في الحال. هيا. وهكذا تم القضاء على الجميع ولم يبقى سوى واحد. انه امر عجيب، كلما قمت بعض بونيا سقطت اسناني. اترى؟ اسكت، انك مزعج. شكرا جزيلا. القرش رقم 1 ذو العينين الصغيرتين هو ساعدني. صحيح، ان عينيك صغيرتان ايها التابع. اقتلوه. مولاي، انا تابعك الوحيد، لم يبقى غيري. هيا اقتل نفسك. هيا. حاضر. لقد مات جميع أتباعي. حسناً، إنهم لا يستحقون الحياة. أنا ملك هذا المحيط. كان كاي ضعيفاً إذا ما قورن ببونيا الذكي الذي أعدم جميع أتباعه وتركه وحيداً. فكر بونيا في عدة وسائل للقضاء على كاي، حتى استدل إلى وسيلة فريدة. إذا قمت بالغوص الآن سوف يأكلني القرش وتظهر دمائي على سطح الماء، فتأتي أمي لنجدتي. ولكن إذا قام بابتلاعي لن أتمكن من العودة أبدا. يا لك من بغيض، لن آكلك بل سأقوم بابتلاعك. حاول بونيا إشعال النار في فم كاي بواسطة عصاتين كبيرتين. أنا في مأزق، إذا أخذني القرش إلى الشاطئ سوف أموت. صحيح، سوف أخذه إلى الشاطئ وأقضي عليه. يا أهل الجزيرة، هذا هو القرش الذي قتل أبناءكم. قتلت ولدي يا شرير، أنت الذي أصبت جارنا. هل نقتله؟ هيا هيا هيا. لقد نجحنا وقتلنا القرش.
يمكننا أن نغوص في المحيط بأمان. كل هذا بفضل بونيا. يحيى بونيا. أمي. وهكذا وبموت كاي آل تمكن أهل الجزيرة من الغوص بأمان في مياه المحيط، وراحوا يصطادون الأسماك والأصداف والمحار، وقام الجميع بالثناء على بونيا قاتل 11 قرشا بشجاعته وشدة بأسه وذكاءه.